اهلا وسهلا بكل مشاهدين ومتابعين برنامج الايادي الناعمه، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. نطلع عليكم اليوم بحلقه جديده انا واروى. اهلا فيك يا اروى. اهلا يا مروى، واهلا وسهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في هذه الحلقه الجديده اللي فيها كثير من الضيوف المميزين بتنوع مواهبهم ومواضيعهم. خلونا الان نشوف عناوين الحلقه. جامعة حضرموت وكلية المجتمع تشاركان بمسابقة هالت برايز الدولية. مبادرة شبابية في تعز لمساعدة شباب الجامعات بعنوان على طريقك. المطربة فتحية العمراني في لقاء خاص. صناعة الحلويات اليمنية تلقى إقبال كثيف في القاهرة. وكل ما يهمكم معرفته الأكثر تداولا على مواقع التواصل. بسبب الأوضاع الحالية اللي بتمر فيها بلادنا انقطعنا عن العالم بشكل كبير، وانقطع شبابنا عن الكثير من الفعاليات والمؤتمرات والمسابقات الدولية. وتحديدا خلال السنوات الأخيرة عمل الكثير من الشباب بشكل كبير ومضاعف وبجهود مستمرة وجبارة للعودة للحضور الدولي والمشاركة في الفعاليات والمسابقات الدولية. واليوم بنسلط الضوء على أحد أضخم هذه المشاركات لمجموعة من الطلاب اليمنيين في جامعة حضرموت وكلية المجتمع الذين شاركوا في مسابقة هالت برايز الدولية. طبعا المسابقة هي مسابقة للطلاب الجامعيين من مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من مختلف أنحاء العالم، ويكون في كل جامعة فريق منظم باسم فريق الحرم الجامعي يتولى التنظيم وتنسيق المسابقة بالتعاون مع الجامعة، لتتنافس الفرق على إنشاء مشاريع ومؤسسات جديدة تهدف إلى معالجة إحدى التحديات الاجتماعية وحل قضية مهمة تواجه العالم، مثلا الأمن الغذائي والوصول إلى المياه والطاقة والتعليم. طبعا الفائز يتم تمويله بمبلغ وقدره مليون دولار أمريكي كرأس مال أولي لمساعدة الفريق على إطلاق المشروع. لذلك يشرفنا اليوم نلتقي بالطالب الجامعي أحمد الكاف رئيس الحرم الجامعي، واليوم هو المدير الوطني بمسابقة هالت برايز بجامعة حضرموت، اللي بيعرفنا عن المسابقة وكل ما يخصها. والآن معنا عبر الستلايت من المكلا. أهلا وسهلا يا أحمد. حيا وسهلا، كيفك أستاذ أروى أستاذ مروة، كيفكم طيبين؟ الحمد لله بخير. في البداية قل لنا أحمد، إحنا حابين نتعرف عليك على نفسك ومجال دراستك. أكيد أكيد. طبعا أحمد محمد الكاف، طالب جامعة حضرموت، تخصص نظم معلومات إدارية. ممتاز، والأكثر من ذلك أنك واحد من المشتركين في مسابقة هالت برايز الدولية اللي اليوم حابين نعرف عنها تفاصيل كثيرة جدا. عرفنا على مسابقة هالت برايز ومتى بدأت اليمن في المشاركة تحديدا. أكيد. طبعا مسابقة هالت برايز زي ما وضحت أنها تعتبر أقوى مسابقة طلابية حول العالم، وبرضه هي تعتبر من أفضل 5 أفكار لتحسين العالم ضمن مجلة تايمز العالمية. مسابقة هالت برايز فكرتها أن تخلق زي ما تقولي عملية أن الواحد يشارك بتغيير العالم. يعني أنا الآن كطالب جامعي هل أقدر أغير العالم؟ هي المسألة هنا. المسألة التغيير كلها تكون عبارة عن فكرة، The power of idea، قوة الفكرة، كيف ممكن الواحد بس أنه على طريق تفكير يحسن العالم. المسابقة لها مراحل عدة، أولها أنها تكون يتم اختيار قائد او ممكن نقول رئيس الفريق الحرم الجامعي، اللي هو يتولى عمليه نشر المسابقه والتواصل مع الفرع الرئيسي للهالت وعمليه تعيين الفائزين وتكريم المشاركين واشياء كثيره يقوم بها. على ضوها يأهل الفريق الفائز اللي هو ضمن الجامعه. بعدين انه ممكن تكون الجامعات اللي كلها في نفس نطاق الدوله
تشارك في حدث واحد وأفضل فريق فائز يتأهل للمرحلة اللي بعدها. هذه كفكرة. طبعا الجائزة جائزة جدا حلوة اللي هي $1,000,000، إنك تبدأ تأسس فيه الفكرة اللي أنت حابب تغير به العالم. طيب قل لنا، متى دخلت اليمن وبدأت تشارك في هذه المسابقة؟ طبعا الحمد لله شرفنا أن نكون أول فريق فائز. طبعا هذا الكلام له 4 سنين. الحمد لله قدرنا نتأهل. طبعا المسألة لما كلمت الجامعة جدا كانوا مرحبين بموضوع المسابقة، ولما كونت فريق فكل واحد ينصدم يقول لي أنت صاحي أنت تحصل لك مليون؟ صاحي أنت تسافر؟ صاحي يعني مجنون؟ فالوضع كان جدا جدا غريب أن أنا الحالي في الموضوع وأن أنا أسوي المشروع وأجيب الفكرة. بس الحمد لله قدرنا نتأهل، وفي جامعة وجامعتين برضو تأهلوا إلى مصر، وقدرنا نشارك كأول فريق يمني يمثل عن مسابقة الهالت في جمهورية مصر العربية. جميل. إيش أبرز الصعوبات اللي مريتوا فيها يا أحمد؟ اللي نقدر نقول إنها كانت أمامك وقت تفكيرك في المسابقة وإنك تحشد فريق، خاصة نحن للأسف في اليمن بنعاني من قلة دعم في كل شيء، للمواهب، للطلاب، للدراسة، حتى المبتعثين للخارج لما زالوا إلى الآن بيعانوا من قلة الدعم من الدولة. فإيش أبرز الصعوبات اللي مريت فيها؟ طبعا اكبر صعوبه واجهتها هي عمليه تجهيز البروبوزل المشروع. طبعا السنه اللي انا شاركت فيها التحدي كان كيف تعمل مشروع يشغل 10,000 شخص خلال 10 سنين. الفكره كانت موجوده، الاليه كانت موجوده، المساله كيفيه تقديم هذه الفكره. طبعا هي المسابقه تعتمد على الفكره. طيب فكره انا ما اقدر اقدمها، ايش وضعها؟ وضعها انه تكون سيء. فكانت هي مسألة تقديم الفكرة أصعب حاجة مريت فيها، من كتابة مشروع، من عمل دراسة جدوى، من صياغتها، من تسويقها، أشياء كثيرة يعني في الجانب هذا. والحمد لله أنا طبعا كجامعة كانت سند لي أكثر مما هي ضدي، يعني الحمد لله قدرت أن الجامعة تيسر لي أشياء كثيرة، من توفير دكاترة نوعا ما، من الدعم ولو المعنوي أكثره يعني. أيوة فهمنا. طبعا أنت بس يعني عشان تكتب البروبوزل وتبحث في المشروع أكيد تعلمت أشياء كبيرة، حتى لو أنت ما تأهلش عن الإقليمي بس تعلمت أشياء كثيرة واستفدت. طبعا يعني المسابقة هي حدث كبير والجائزة مغرية، ليش تشوف أنه بس جامعة حضرموت للآن هي اللي شاركت؟ ليش ما فيش جامعات يمنية من محافظات ثانية شاركت؟ نعم، أول سنة كان في تخوف لأن أول مرة تجي اليمن. ثاني سنة شاركت ما يقارب 17 أو 18 جامعة. أيوة. ثالث سنة اللي هي السنة الماضية اللي هي شاركت جامعة حضرموت طبعا كرئيس فريق الحرم الجامعي وكلية مش جامعة، يعني كجامعة تعتبر جامعة حضرموت هي الوحيدة اللي شاركت السنة الماضية. المسألة إن أغلب الجامعات رفضت دعم الطلاب كفريق حرم جامعي، يقولوا أنه مثلا ضغط الدراسة جانب معين، الدعم المالي جانب آخر، مسألة التواصل والتنسيق هي طبعا جهد كبير تحتاج فريق كبير. فعلى حسب كلام الجامعات الأخرى والفريق الحرم السابقين بعد انسحابهم أنه ما لقوا أي نوع من أنواع الدعم بأي شكل من الأشكال، فكل الجامعات انسحبت ما عدا جامعة حضرموت. برافو، يعني إحنا نحيي جامعتك بصراحة. طبعا كانت تحدي فترة قصيرة جدا، يعني عملية التجهيز كانت يعطيك العافية. هو الجامعة والفريق برضو اللي اشتغل، الفريق كان جدا ممتاز. جميل. بس أنت مثل ما ذكرت يا أحمد أنه كان في فرق أخرى وكان في طلاب متحمسين يشاركوا من محافظات أخرى، بس للأسف جامعاتهم يعني ما دعمتهمش. هذا شيء غريب، يعني المفروض أنه يكون في دعم لهذه الأشياء عشان أبداً. يعني أنتم بتقدموا مشاريع مثل ما قلت هتفيد البشرية كلها، بتغير العالم مش بس الدولة أو الواقع اللي إحنا فيه. فأنتوا رسالتكم كبيرة. نعم. وكانت تحتاج كثير من الدعم، فإحنا بنوجه التحية طبعا للقائمين على جامعة حضرموت وعلى فريقك وكل اللي شاركوا في هذه المسابقة. الله يسلمك يعطيك العافية. سعيدين جدا طبعا، أصحاب الجامعة كامل سعيدين بكلامك هذا. إن شاء الله. قل لنا كيف هو إقبال الطلاب على المسابقة وأيش المشاريع المشاركة والفائزة في التصفيات المحلية؟ الإقبال جدا كان كبير بحكم أنه في تجربة نجحت وسافرت وأثبتت أنه فعليا في شيء ممكن يحصل.
يعني الفرص لم ما كانت 0%، الفرص كانت جدا كبيره. بالنسبه للاقبال السنه الماضيه كان حوالي ما يقارب 70 فريق، كل فريق مكون من 4 إلى 5 أشخاص كفريق كامل، نتكلم عن 70 في 5، عدد كبير جدا من الطلاب. على ضوها عملنا التصفيات وتأهلوا 20 من 20، تأهلوا 5 من 5، تأهل فريق واحد. وكل سنة طبعا يكون في محور معين، السنة الماضية كان food for good، يعني كيف ممكن نعمل من الطعام شيء طيب أو شيء خيري. طبعا له معايير، له شروط، له أشياء كثيرة جدا يعني. الله يعطيهم العافية كل الفرق المشاركة، وأنتم كنتم المثال الأول اللي شجع البقية أنهم يشاركوا في يعني ويتشجعوا داخل جامعة حضرموت. طبعا هذا بالنسبة للناس المشاركة، بالنسبة لفريق الحرم الجامعي كمان هو يأخذ مهام كثيرة، وأنتم تقريبا السبب الأساسي ليش المشاركين أتاحت لهم الفرصة يشاركوا، فقل لنا كيف، إيش هي مهام هذه الأشخاص، وكمان كيف التجربة الآن، أنت واحد من أعضاء الحرم الجامعي، كيف التجربة أضافت لك يعني؟ أنا الحمد لله كل الجامعات اللي شاركت بيننا تواصل، جامعة عدن، جامعة تعز، جامعة كل الجامعة اللي شاركت بشكل كبير التواصل لازال للآن، وكل واحد يشجع الثاني، كل واحد انطلق في مشروع وكل واحد يشجع الثاني. بالنسبة لفريق الحرم، طبعا فريق الحرم أول حاجة أنه يعتبر عمله تطوعي من وإلى. الشيء الثاني طبعا هو يكون تقدم له من الهالت نفسها شهادة، الشهادة موقعة من بيل كلينتون لأنه من ضمن القائمين على المسابقة، ومنظمة اليونيسف، يعني جهات كثيرة هذه تدعم السي في أشياء كثيرة كفريق حرم وكمشاركين وكفائز. فريق الحرم طبعا يقوم أول حاجة بعملية تدريب الطلاب أو بالأحرى تسويق المسابقة داخل الكلية، داخل الجامعة كامل. مثلا جامعة حضرموت الطلاب اللي فيها 16,000 طالب، فكيف أن الواحد يصل لهذا العدد؟ طبعا هو صعب جدا أن الواحد ينزل على كل صف، على كل قاع، على صباح موازي، فكان في آليات معينة في جانب التسويق. بعد التسويق عملية التوضيح اللي هي إيش محور هذه السنة وكيف ممكن تشاركون، كيف المشاريع تصاغ. بعد عملية التسويق وعملية التوضيح تبدأ عملية التدريب، يعني الآن الطالب أنت ضروري يكون عندك سكيلز معين، يعني مثلا تجهيز مثل العرض حق الباوربوينت، التحدث في المسرح، المشروع نفسه كيف تعمل له فكرة وصياغة أو تعمل له عرض حاجة حلوة، دراسة الجدوى، يعني قابلية المشروع للتطبيق أو لا. وبعد عملية التدريب تبدأ عملية التطبيق والمتابعة معهم في المشروع. يعني الموضوع جدا جدا طويل، والتنسيق ما بين القاعات، والتنسيق مع المشاركين، والتنسيق مع الجهات الإعلامية، لأن المسابقة نبغاها تنتشر بأوسع قدر ممكن. هي في النهاية إحنا محتاجين بس فكرة، وإنت عليك تبدأ تفكر وتشارك، وإن شاء الله تحصل المليون. يا سلام، المليون نفسه كذا شيء حماسي ويشجع. إن شاء الله توصلوا للمليون يا أحمد، بس قول لنا، طمنا الآن، أنتم في أي مرحلة يعني وصلتوا، وإيش هي المرحلة القادمة؟ طبعا السنة الماضية بحكم كورونا ما كان في أي عملية مشاركة فعلية، كله عن طريق الأونلاين. الفريق اللي فاز من جامعة حضرموت تأهل عن طريق الزوم وقدم مشروع. طبعا إحنا الحمد لله كفريق، مش فريق حرم، كون فريق اللي هو مسؤول عن المسابقة في اليمن، كنت أنا من ضمنهم، قدمت مشروع للهالت الأم كامل أنه يسوي حاضنة الهالت برايز، حاضنة الاتش بي سميتها. الفكرة أنه بدل ما يكون عملية تدريب ومشوار طويل، ليش ما يكون في حاضنة، حاضنة تقوم بالمسابقة كعملية تدريب لفريق الحرم نفسه، الحاضنة تقوم بدعم الطلاب، تقوم بعمل منافسات داخلية، حيث أن الواحد لما شارك في اليمن يكون مشروع موثق وينتشر ويكون له تسويق. طبعا عملت آليات كاملة للمشروع، والحمد لله برضو الجامعة تكفلت بمشوار السفر إلى مصر لتقابل المدير الإقليمي هناك، أو بالأحرى المدير الوطني، واجتمعنا على المشروع، جدا هم معجبين بالفكرة ووافقوا عليه. حاليا عينونا كوميونيتي بيلدر، المسؤول في اليمن كامل عن مسابقة الهالت برايز في اليمن، وحاليا انا برضه اشتغل يعني على مساله الحاضنه كعمليه مشروع كامل، وان شاء الله انه في القريب انه الواحد بدل ما يتعب التعب اللي احنا عشناه تكون اموره اسهل بكثير، ويشارك فعليا بمشروع قوي من والى ومجهز باعلى المعايير. هذا هو الطموح الحالي اللي نشتغل عليه.
إن شاء الله. شيء جميل مرة، يعني أنت توسعت أكثر وحاولت تفتح باب تساعد فيه كمان الطلاب بالسنوات القادمة اللي هم حابين يشاركوا. بالضبط، إن شاء الله أنها توفق دعواتكم لنا ودعوات المشاهدين كامل. مجهود كبير بصراحة، يعني أنا أشفق عليك. مجهود كبير جدا وتفاصيل كثيرة، بس أنت ما زلت صغير. هذه هي المرحلة يا أحمد اللي المفروض فعلا تجتهد فيها وتحقق نفسك، ويعني وقتك يسمح، مع أنه ضغط كبير جدا كمان في الظروف الصعبة اللي أنتوا فيها، والإنترنت وضعف الإنترنت كمان هذا بيساهم بشكل كبير. بس يعني أنت خلاص، أنت رميت على عاتقك هذه المسؤولية، وإن شاء الله حاسين أنك قدها بإذن الله. حتى لو ما فزتوش بالجائزة يكفيكم شرف المشاركة، وأنكم ظهرتوا مثلتوا اليمن في هذه يعني في هذه المسابقة الدولية اللي فيها الكثير من الفرق اللي بلادهم عايشين ومنتعشين، وطلاب كمان متفوقين. بالفعل. إن شاء الله. طبعا هي مسألة على عاتقي، وإن شاء الله أنتم برضو تشاركون لي عاتق شوية يعني. إيش نعمل؟ قول لنا وإحنا معك. خلاص تم إن شاء الله. أحمد، إحنا عارفين إن الجائزة مغرية، وإحنا نتمنى من قلبنا أنكم تفوزوا، ونسمع بالفعل يعني بعد هذه المقابلة نسمع أنه فريق من اليمن فاز بجائزة $1,000,000. بس إحنا حابين نعرف، أنت هل تتوقع، بما أنك أنت لك فترة وسنوات طويلة يعني تشتغل مع المسابقة وكنت مشارك فيها، هل تعتقد في إمكانية أنه بالفعل مشروع يمني يفوز؟ وكيف ممكن إذا فاز يستفيد بلادنا من المشروع الفائز؟ طبعا في مثل صيني يقول في كل مشكلة فرصة. احنا بلادنا فيها فرص بشكل كبير، والشيء الجميل في هذه المسابقة ان صاحب امريكا وصاحب لندن وصاحب الصين وصاحب اليمن كلهم معاهم نفس فرصة الربح، كلهم يبدون بنفس المرحلة بنفس الآلية بنفس الفكرة. بس اللي يميز صاحب امريكا عن صاحب اليمن ممكن انه عنده ادوات افضل، مثلا كجانب تقديم، كجانب لغة، كجانب أشياء أخرى. بس هذا هو الفرق الوحيد، لو توفرت هذه الأدوات هي الفرص متساوية بين كل الدول. يعني بالعكس، احنا يعني كشعب يمني ممكن أفكارنا تكون من قلب الوجع، وإن شاء الله أنها تكون فعليا تطبق الفكرة هذه مش على مستوى اليمن بس، على مستوى كامل العالم إن شاء الله. قل لنا طيب، إذا فزتوا بإذن الله يا رب بإذن الله، كيف يعني المشروع الفائز هذا كيف بيتم تطبيقه؟ ولا الآن أنتم مركزين في تنفيذ في فكرة المشروع وتجهيز، لا لسه بعدين لما تفوزوا بتشوفوا كيف بيتنفذ؟ هو طبعا مسألة التنفيذ هي شبه جاهزة في دول العالم، أن يعني كل فريق فائز يتم منحه المليون، ويتم عملية إشراف طبعا من منصة كلينتون للاستثمار. المسألة الأخرى أنه مش بس المليون ممكن يحصلها، لا، ممكن يحصل المستثمرين إذا كانت الفكرة رائعة. مش إنها مليون، هذه مليون لك كبداية تأسيس، تعتبر $1,000,000. طبعا هي كل ما كانت الفكرة بسيطة وجميلة ومفيدة للمجتمع تم تحقيقها على أرض الواقع. جميل. طيب يا أحمد، إحنا شوف لنا كذا مهام حلوة أنا ومروة عشان يعني نساعدكم لو حابين مساعدة، عشان يعني المليون بإذن الله نكسبه مع بعض يا أحمد، ما تنساش. خلاص ما يهمك، في مهام كثيرة هوزعها بينكم. حلو. على فكرة استضافتنا لك اليوم هي من ضمن الأشياء اللي إن شاء الله تقدم لكم كل الدعم بدون مقابل، ما تقلقش. كل الدعم والحماس أنكم تكملوا، وإحنا مبسوطين فيك جدا. يعني مروة تولت إعداد هذه الحلقة أكثر مني. الموضوع قالت لي كبير يا أروى وفي تفاصيل كثيرة، وفعلا احنا تفاجأنا بتفاصيل كثيرة خاصة بهذه المسابقة. بنتمنى لكم كل التوفيق يا رب إن شاء الله، وهذه الحلقة تكون شيء داعم تتذكرون فيه بعد الفوز. أكيد. لا، حتى قبل الفوز ما عاد عليك. إن شاء الله.
احنا نودع ضيفنا يا مروة، بنودعك يا احمد، وبنتمنى لك كل التوفيق الان. وهنروح مع مشاهدينا لفاصل قصير جدا ونرجع نكمل يعني سيرة المليون. خلاص خلصنا سيرة المليون، في مازال مواهب لا تقدر بثمن بعد الفاصل، خلونا نشوفها مع بعض. رجعنا لكم وبناخذكم إلى تعز، حيث قام مجموعة من الأشخاص بحملة أو مبادرة لتوصيل الطلاب من وإلى الجامعات، وتم إطلاق عليها اسم على طريقك، واللي بدأت بسبب ارتفاع أسعار أجور المواصلات وانعدام المشتقات النفطية كمحاولة لمساعدة الطلاب وتشجيعهم على الدراسة وتخفيف جزء بسيط من أعبائهم. طبعا مراسلنا في تعز قابل بعض من القائمين على الحملة، خلونا نشوف في هذا التقرير. يعني على طريقك بديت من منشور، اقتبسته من يعني في منشور للزميل عبد السلام الشريعي. خلقت فكره على طريقك، يعني على طريقك شلو، على طريقك قزعوا معك للقناه. ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه، ارتفاع اسعار الاجور، هذه اللي خلقت فكره على يعني على طريقك. خذوا على طريقك، وصلوا للمدرسه، وصلوا للقناه. والله إن المبادرة هذه مميزة طبعاً، حلوة لمساعدة الطلاب. في بعض الطلاب ما عندهمش حق المواصلات، لذلك أنا أجي الجامعة وأطلع معي اللي حصلوا بالخط، طلعوا معي مع طريقي. مبادرة جميلة جدا، حيث انه يعمل على التخفيف على الطالب الجامعي، من حيث انه يجعل اصحاب المركبات الخاصة الباصات والسيارات يقوموا بهذه الحملة من والى الجامعة، يقوموا بتوصيل الطلاب في الصباح وكذلك توصيلهم الى المنازل في الظهر. المواصلات المشوار الواحد إلى 100 ريال، يعني الطالب لما يكون مثلا معه مشوارين تطلع إلى كم؟ 800 ريال يوميا. 800 ريال مبلغ كبير على الطالب الجامعي، يعني مش قادر يحصل عليه، بالذات هم الطلاب اللي هم من الأرياف وجالسين في مدينة تعز، أكثر من يعاني من هذه الأشياء. إشكالية كبيرة اللي هي تواجهنا البنات، اللي هنا الطالبات. الطالبات هذه إشكالية كبيرة، مش ممكن إنه الطالبات يطلعين، أغلب أصحاب السيارة الذكور، مش ممكن إنه هنا يطلعين معنا. إلى جميع المنظمات المهتمة بالتعليم وتدريس الفتيات ومحو الأمية، إذا لم تتداركوا الأمر وتوفروا وسائل نقل لنقل الطالبات إلى الجامعات، والله إنه بعد سنة سنتين إنكم بتجدوا ثلثين الطالبات في اليمن خارجات عن إطار التعليم، تركن التعليم وراحن للبيوت، لأنه المواصلات تقتل تقتل تقتل. قد المواطن ما حصلش حق أكل، فما بالك بطالب جامعي إنه يحصل حق مواصلة. و
والآن بناخذكم إلى مصر، حيث التقينا بالمطربة فتحية العمراني واللي حكت لنا كيف حبت وانخرطت في الفن وكيف بدأت تتعلم وتطور من موهبتها في الفن والتمثيل. الفنانة فتحية لها إنجازات كثيرة ومشاركات مستمرة في القاهرة والجزائر لتمثيل الفن اليمني الغنائي والمسرحي. خلونا نتعرف عليها في هذه المقابلة من القاهرة. إن كان لي هذا الحنق أسباب، أرجوك تشرح لي أسبابه. أنا المطربة فتحية العمراني من اليمن، هوايتي أغني وأمثل في مسلسلات، في مسرحيات، في إعلانات كذا. والله الغناء كانت أمي الله يرحمها فنانة، كانت تغني يعني في أعراس في مناسبات. بدأت يعني أتعلم الغناء وأنا كنت في المدرسة وكذا، وفي البيت أسمع أمي هي تغني، أشوفها تروح أفراح ومناسبات تغني، فأنا كنت أسمعها وأروح على الأفراح أشوف إزاي بتغني، وفي البيت أعود أغني مع نفسي كذا. وبدأت شوية شوية ودخلت المركز الثقافي اليمني في اليمن، فبدأت أغني كورال يعني مع فرقة الإنشاد، فبدأت شوية شوية خطوة خطوة والحمد لله. هم كانوا عاوزيني يعني أدرس أخلص الدراسة بتاعتي، فأنا من كثر الحماس اللي جواي والهواية فما قدرتش أخلص الدراسة، فدخلت على الغناء وبعدين شوية شوية والحمد لله يعني بدأت أغني ودرست في معهد الموسيقى في اليمن. درست يمكن 3 سنوات في معهد الموسيقى، وبعديها دخلت مثلت في عدة مسلسلات في اليمن مع ممثلين كتير، مع المرحومة مديحة الحيدري، مع النجمة سحر الأصبحي، فوزية الأصبحي، مع عدة يعني ممثلين، مع المرحوم عبد الكريم الأشموري، الأستاذ الكبير يحيى إبراهيم، مع ناس كثير يعني في اليمن، مع خالد البحري، سليمان داود. أنا شاركت في عدة يعني مسلسلات، آخر مسرحية لي كانت في الجزائر في ولاية بيجاية، ولاية قصر الهودج، مع الأستاذة المخرجة نرجس عباد. وحاليا في القاهرة غنيت في الجامعة الأمريكية، في جامعة الشعوب العربية، في عدة قنوات مصرية وقنوات برضه يمنية، وغنيت في الهناجر في دار الأوبرا. ولأمنياتي في الحياة أني أعمل أعمال كثيرة وأغني أغاني جديدة وأشتغل أعمال دراما ومسرحيات ومسلسلات، ودي هوايتي يعني. أحبوا بيحبوا بلا تغضب، ما بيشلي هذا الغضب داعي. أحبوا بيحبوا بلا تغضب، ما بيشلي هذا الغضب داعي. أما التجني في ماله باب من غير سبب. تعرفنا معاكم في هذا التقرير عن فنانة ذكرتنا بالأيام الجميلة، أيام الجلسات الطربية والتجمعات، ويعني واضح أنها تعبت يا مروة عشان توصل. تحسي أنها يعني مجتهدة كثير عشان توصل، سلكت مجال الغناء ومجال التمثيل. صحيح. وهذا الشيء جميل أن واحد يتعب على نفسه كثير. صح. ويحاول يتعلم ويدرس، وشفتي أنها بدأت من موهبتها مع أمها. صح. بس دخلت معاهد وسافرت وتحاول كثير تشتغل. صح. على نفسها، نتمنى لها كل التوفيق يا رب إن شاء الله. وطبعا يعني إحنا عارفين إنه كيف الفنانين اليمنيين في اليمن بيتعبوا، وهي خرجت ومثل ما مروة قالت إنها بتعبت عشان توصل.
السفر من بلد لبلد، وانها حريصه تشارك في مؤتمرات ومن يعني مؤتمرات دوليه، وكمان تعلمت التمثيل والمسرح، فاحنا بنتمنى لها كل التوفيق. وعلى سيره الزمن الجميل والاغاني واغاني العتاب واللوم والحب، حابين كمان يعني نستذكر معاكم ونسمعكم اغنيه من اغاني الشاب فنان الفنان فؤاد عبد الواحد، عشان نكون رجعنا فيكم لشبابنا اليوم كيف ما زالوا ماشيين على نفس النمط. اغنيه لو أقول لك تقريبا بنسمعها الآن مع الفنان فؤاد عبد الواحد، ونرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم، وطبعا حابين نحلي معاكم في هذه الفقرة بحلويات يمنية بمختلف أنواعها، لكنها موجودة في القاهرة وبصنع أيادي الشاب وائل عبد الحكيم الشوافي، اللي فكر في صناعة هذه الحلويات بنفسه وأخذها كمصدر رزق ومشروع ناجح لاقى إقبال كثير من اليمنيين اللي موجودين في القاهرة، لكنها أيضا لاقت إقبال وإعجاب المصريين أنفسهم. تعالوا نتعرف على وائل ومشروعه من خلال هذا التقرير من القاهرة. وائل عبد الحكيم الشوافي، انا شغال بالحلويات من عمري 6 سنوات، وشغال يعني تعلمت واشتغلت والحمد لله يعني، وسافرت دبي واشتغلت في الحلويات واشتغلت مجال اخر، وبعدين سافرت لمصر رجعت اليمن، واليمن يعني مع الحرب وهذا رجعت سافرت مصر واستقرت في مصر، شفت ان ما فيش حلويات يمنيه خالص في مصر، والقال اليمنيه كبيره في مصر ومحتاجين الحلويات يعني. والله بدأت مشروعي، أخذت حلة واستأجرت محل واشتغلت جوه مطعم وعملت الحلة، وكنت بصنع هريسة وخلطة وبنزلها للسوق. لما شفت إن الإقبال عليها يعني تمام الحمد لله، رجعت استأجرت محل وصلحت محل وركبت الميز اللي هو اليمني، وبدأت أشتغل جميع الأصناف. إحنا عملنا المشروع، إحنا الحلويات اليمنية هنا في مصر على أساس إن إحنا نكون يد واحدة اليمني هنا، نلم شمل اليمنيين على أساس إن إحنا ببلدنا يعني، ونعرفهم يعني الحلويات اليمنية هنا، مذاق الحلوى اليمني هنا، ونحن عايشين مع بعض يعني هنا، نلم القالية اليمنية بشكل عام. في مصريين بيحبوا الحلويات اليمنيه، بيخشوا عندي زبائن مصريين بيحبوا اللي هو الحلاوه الملبن، بيحبوا حلاوه اللبن، ويحبوا حلاوه اللي بالشوكولاته وحلاوه الفراوله، يعني المصريين في اقبال الحلويات اليمنيه بشكل يعني الحمد لله يعني الامور، يعني المصريين بدوا يعرفوا الحلويات اليمنيه بيتقبلوها يعني وبياخذوها. انا امنيتي بالمستقبل ان انا اوسع مشروعي، ان انا اكبر مشروعي، ويكون عندي كذا فرع يعني داخل القاهره وخارج القاهره باذن الله، يعني على اساس انه ايش لو الامور يعني تطور ان انا اوسع نفسي يعني اعمل كذا فرع بجمع يعني محافظة القاهرة. على فكرة ما زلنا في سيرة الأكل بس بطريقة مختلفة، ومش في اليمن ولا في مصر، حول العالم الآن في هذه الفقرة من الفيديوهات اللي بتمر كثير علينا وإحنا بنتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات الشيف التركي بوراك. وفي ختام الحلقة نحب نستذكر معكم زميل عزيز علينا جدا، ودعناه قبل عام، رحل عنا بهدوء بعد انتكاسة في صحته، رحل ولكن إلى اليوم وكل يوم نذكره هنا في مجموعة الغد المشرق بكل خير، نذكره بضحكته اللي ما كانت تفارق وجهه، وبمعاملته اللطيفة للكل، وبكلامه الجميل، وبعمله الفني اللي كان ممتع. زميلنا صلاح مخارج في ذكرى السنوية الأولى ندعوك دائما بالرحمة والمغفرة.
صحيح احنا بنتذكره دائما، لكن علاقاته الفنيه واسرته واصدقائه دائما بيذكروه، وما بنتفاجئ ابدا من كم الحب اللي بيتكلم فيه كل من عرفه عن شخصيته وعشرته. رحمة الله عليك يا أستاذ صلاح، باقي في قلوبنا وما زلت موجود معنا في المكان رغم رحيلك، روحك الطيبة بالفعل ما زالت حولنا، وكلنا اشتقنا لتغريداته في تويتر. صح. كان دائما يوصل النوتيفيكيشن أنه غرد، ورسائل على الواتساب. أي. دائما واطمئنان علينا وسؤال عننا وسلامة في طلوعه وفي دخوله ومروره على مكاتبنا كل يوم. بالفعل. ما بننسكش أبدا، وهذه الذكرى الأولى لرحيلك، وبنتظل نتذكرك إن شاء الله سنوات وسنوات بكل الرحمة والكلمات الطيبة. أنا ومروة بنودعكم في ختام حلقتنا إن شاء الله، عشان نلقاكم في حلقات أخرى جديدة من برنامج الأيادي الناعمة. إلى اللقاء. في أمان الله.